انا اول شيء انا في لجنه تنظيم هذه الدوره الثانيه ديالي معهم هنايا في المهرجان، يعني ديال تنظيم مهرجان الاناقه والابداع، واون ميم طون انا مصممه اللي غادي نشارك بسته ديال القطاع في التكشيطه البلديه، اي اوسي سته القطاع في جلال، اي ثلاثه بوغوم ودراري صغار. القطع انها تكون واحد المزج ما بين التقليدي والعصري، ما غيكونش عصري 100% بحال اللي انا معروفه، وما غيكونش تقليدي 100% بحال اللي انا معروفه ما معروفاش به. اول مره كندير خليط ما بين التقليدي وما بين العصري. نبيل مود مصمم ازياء وعضو من اعضاء جمعيه الوان الشرق للثقافه والتنميه، اللي تتنظم مهرجان الاناقه والابداع اللي دابا تنعيشوا ان شاء الله الدوره الثالثه ديالو، اللي تعطات الانطلاقه ديالها اليوم بهذا الجمع الكبير وديال ديال الصحافه المغربيه وخارج المغربيه والمصريه. التطور اللي عرفوا المهرجان الحمد لله، وتنشكر بعد هذه القناه هذه الرائعه اللي هي مواكبه هذا المولود اللي من الدوره ديالو الاولى، يعني كانت الدورة أولى كانت الدورة ثانية وهذه الدورة الثالثة الحمد لله انفتحت على العالم العربي. وحنا الطموح ديالنا ديما هو هذا المهرجان يكون عنده واحد الإشعاع خارج المغرب، كنا تنطمحوا باش يكون خارج وجدة، وحنا طماعين شوية دابا بقينا بغينا يتسوق خارج المغرب، والحمد لله دابا غادي يتسوق عربيا. وتنتمنى إن شاء الله وكما تنقول تنطلب من الجمهور الوجدي والجمهور المغربي والوجدي بالخصوص باش يجيو عرض ديال خاص سبيسيال قفطان. وكاين ان شاء الله وبطبيعه الحال بعده نجوم، كاين هدى سعد، حميد بوشناق، الاعلاميه الرائعه ليلى الشواي. هذا بالنسبه للسهره غدا، والسهره ديال اليوم الجمعه ديال اليوم السبت ان شاء الله غادي يكون فيها مهدي مزين، وغتكون فيها الرائعه والجميله ابتسام تسكيت. الوغ المشاركه ديالي هاد السنه مشاركه في مهرجان الاناقه والابداع، هي اول مره كنحضر هاد السنه. انا سمعت عليه بزاف، تبارك الله عنده اشعاع كبير داخل المغرب، ولا خدا مكانه ديالو يعني داخل عدد كبير من المهرجانات هكا في المغرب. فانا سعيده بتواجد ديالي وباحيائي الحفلات اللي غادي يكونوا ان شاء الله اليوم 12 13 بساحه 3 مارس في وجده. كنظن بان هذا المهرجان ولا عنده اشعاع كبير في المنطقه الشرقيه، وخصوصا هذه السنه هذه اللي غادي يكون حضور متميز لمصر وكذلك سلطنه عمان وكذلك للجزائر، وغادي نتعرفوا على تصاميم كثيره وعلى ابداعات كثيره وعلى الوان واثواب جميله. فاكيد غادي تكون متعه لكل الحاضرين والحضور اللي غادي يحضروا معنا في هذه السنه هذه. طبعا انا يشرفني ان انا ابقى موجود في المملكه المغربيه بالاخص في مدينه وجده، ان احنا كشريك استراتيجي شركة مصرية شركة فينجر برينت وأنا برئيسها أحمد عليوة، يشرفني طبعا إن احنا نبقى جزء من مهرجان الأناقة والإبداع، ويبقى الانطلاقة للدورة الثالثة بشكل مختلف وبرؤية جديدة. يعني أتمنى إن احنا يبقى لينا دور في الإضافة، وإن احنا نبقى بنفكر بشكل إن احنا نطور من المهرجان، ويبقى بإذن الله في الدورات اللي جاية يبقى عالمي كمان. احنا كمان عندنا مشاركات من الجزائر ومن سلطنة عمان، فأنا شايف إن دي بداية كويسة جدا في الدورة الثالثة. والله هو التعاون والتوقيع اللي حصل النهاردة في القاعة هنا إن احنا نعمل شراكة استراتيجية في تعاون مشترك على أساس إن احنا نقدر إن احنا نعمل خليط عربي بين الدول وبين مصر والمغرب. وأنا يشرفني طبعا إن أنا بمثل بلدي مصر النهاردة في المملكة المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.